كنتيش حاسه نفسك في انا مش المكان اللي موظف، انت فيه؟ اه انا مش موظف، انا مره اترفدت على الواتساب، مره اترفدت على التليفون، يعني اصلا اصلا يعني ما لا، كنتش اصلا مش متخيلاكي وش رفدي، يعني انت شكلك اصلا عارفه ديسنت كده لا لا ورقيقه يعني. ما عرفتش خالص ان انا اشتغل، ما كنتش بقدر ان انا اشتغل، ان انا اقعد في قلب مكان واشتغل فيه وموظفه بقى بتقعد من مثلا من 10 لغايه 6 او كده روتين بقى. روتين، ما بنعملش حاجه، نفس اللي بنعمله بنعمله كل يوم، فلا ده مش حياتي، ومش ده اللي انا مش عارفه ان انا اعمله. لغايه لما قلت لهم ايه، هنرجع تاني نشتغل في كوتش العربيات، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. كنا دخلنا بقى اولاد الناس اللي هم اطفال الشوارع الاسم الخاطئ، واشتغلنا معاهم وعملنا حاجات كتير، بس يعني بدانا ان احنا نعمل حاجه في كوتش العربيات. طب يا جماعه، وقتها كان في مهندس قال لي عشان توصلي لازم ميبقاش في منك كتير، مش مهندس محمود هدايه، قال لي مصطفى هدايه، قال لي ما عشان تشتغلي عشان توصلي لازم ميبقاش في منك كتير، تعملي حاجة مختلفة. تعملي حاجه مختلفه، ما تبقيش شبه حد، ما تبقيش اي حاجه. وقتها سبت الشغل في المكان اللي كنت شغاله فيه، قررت ان فعلا ما يبقاش فيه مني كتير، وان انا خلاص انتوا كلكم بتقولوا ان انتوا اول ناس تشتغل في كاوتش العربيات، هسيب لكم المجال، انا هسيبه لكم كله، اعملوا اللي انتوا عايزينه في كاوتش العربيات، انا هتنقل لحاجه تانية اصعب، هعمل بقى اكسسوارات من كاوتش العربيات. اوكي، ده واو، كان بقى ده تحدي ده التحدي بقى. الاصعب. انا لقيت، يعني انا سبت الكاوتش 2016 والناس كلها نزلت في السوق 2016 و17 و18 يعملوا بقى يعملوا كراسي نفس الحاجات اللي انت كنت بتعمليها قبل كده. بالظبط، وايه احنا اول ناس نعمل كذا، والاقي بقى اللي موجودين في المعارض اللي كنت بروحها، احنا اول حد هنا في قريه كذا، واحنا ماشي كل يا واحد جماعه، بيقول انا اول كل واحد واحد فينا براحتك، اول قول بقى. اللي انت ايوه عايزه حبيب شهادات قلبي. التقدير اللي انا واخداها 2012 دي كانت ايه، بس اللي هو ايه تمام، ماشي يعني مش مهم براحتكم. براحتكم، لا قولوا اللي انتوا تقولوه، انا مش فارق معايا حاجه، فاللي هو ايه، طب اتحدى نفسي واعمل حاجه تانية، هعمل ايه هعمل ايه. كنا بنتعامل مع الاطفال، لقيتهم بيربطوا الكاوتش على ايديهم زي ما انا عامله زي الديزاين كده، بريسلت كده. بيربطوه على ايديهم، فمن هنا جت الفكره، احنا ممكن نعمل بالكاوتش انت دوت قلتي حاجات. لا، معلش ثانية واحدة، انت قلتي كده في النص الموضوع كأنه عادي. لا، نتكلم شوية عن مبادرة ولاد ناس، نفهم انت بتتكلمي على ايه، بعدين نكمل كلامنا. تمام. عملت ايه مع انا فعلا الاطفال كنت دول؟ عايزه لان نديها حقها المبادرة يعني. دي مبادرة مهمة جدا، ان انت يعني استغليتي الاطفال يعني بمسمى تاني منتشر اكتر، اولاد الشوارع، ان انت خليتيهم يشتغلوا حاجة خليناهم بفن. رواد اعمال. لا، تعالي بقى نبتدي القصة من أولها، نشوف انت عملتي كده ازاي، المبادرة دي بدأتيها ازاي. بابايا كان دايما لما بيشوف طفل في الشارع كان يشتري معلم القراءة، يقعد معاه شوية، محطات الاتوبيس اللي كانت في كل حتة، ويقعد يتكلم معاهم، طب انت اللي انت بتعمله ده مش صح، طب ما تروح اتعلم لك حرفة، روح اتعلم عند ميكانيكي يا حبيبي، اللي انت بتعمله دوت ما بيرجعلكش، وهكذا. فكنت بشوفه دايما معلم القراءة، ويقعد ايه على حسب ما هم بيعملوا ثانوي والجامعة، وطبعا عشان انا حقوق فكنا بنروح اماكن كتيرة فيها الاطفال موجودين في كل مكان، طبعا كانوا موجودين في الجامعة. اول طفل اتعاملت معاه كان في اولى جامعة، كان اسمه سعيد، كان بيدخل عندنا الجامعة يلم ازايز الكان ويروح عشان يباها، عشان يعمل لها ريسايكلينج لا بقى، عشان كان ريسايكلينج بيبيعها بيبيعها علشان بالكيلو علشان ياخد بالكيلو فلوس. عشان ياخد فلوس، عشان بابا كان طارده من البيت، وكان يا كان حوار، حبيبي. ايوه. فده كان اول احتكاك يعني حي قدامي، الباقيين كنت عارفه ان هم بيجوا من كذا مكان، فدول بس ده كان اول هو واحد. سعيد ده انت ليكي قصة معاه اللي هو مؤثر بالنسبة لك بالظبط. يعني. بدات، طب انت، قال لي انا متعلم بس لغايه كذا، وبابايا ساب مامتي، وحوارات وكلام. فلو طب انا ممكن اعمل لك ايه، قال لي انا عايز يكون معايا فلوس اقدر ان انا ما اخليش اخواتي يحتاجوا لبابايا ولا يحتاجوا لجوز امي، ويقدروا ان هم يشتغلوا في حاجه، واوصل لحاجه كويسه. بدانا ان احنا نجمع الكان، ونقول للمكان عندنا ويتش وعندنا كذا مكان والمول، وكنا بنلم الكان وبنديها له، كان بيخرج بره، طب هنساعدك ازاي يا سعيد، مش عارف، بس لموا لي الكان وانا هاجي اخده منكم، او تدخلوني الجامعه عشان بيبقى فيه صعوبات. كلمنا مع حد من بره في حلوان، تقدر تشتري لسعيد تروسيكل، واحنا نضمن لك ان هو لما يشتغل يدي لك الفلوس. حلو قوي. فالراجل كان يعني متعاطف معانا، انتوا بتعملوا ايه، انتوا يعني لو انتوا في حاجه غلط. فجمعنا فلوس وديناها للراجل كمقدمه، وان هو يجيب لسعيد وسعيد يشتغل معاه، ولما الفلوس تخلص بتاعه التروسيكل دوت، التروسيكل يبقى بتاعه ونسجله باسمه بعد باسمه. كده. حلو قوي. وفعلا ده اللي حصل، فضلنا شويه في شويه، كان بيجي يحوش معايا فلوس، وكان بيجي يحوش مع يدي للراجل فلوس، وفي فلوس بيبقى موجود، لغايه لما قدر فعلا ان هو ياخد التروسيكل. هو انا ما اعرفش هو وصل لغايه فين دلوقتي، بس انا بعد ما اتخرجت من رابعه كليه، سعيد كان عنده 2 تروسيكل، التروسيكل اللي احنا جبناه واحد تاني هو ما اشتراه، شاء الله. وبقى بيجمع الكان من حلوان كلها وبيشتغل فيها، ودي كانت هو ده اكتر، تلاقيه دلوقتي تاجر معلم كبير سعيد يعني ده. يعني دي كانت اكتر حاجه. وطبعا كتر خيركم. بص بصراحه يعني الواحد مبسوط ان انت مش بتساعدوه في لم الكنز وبس، لا، لا انت بص دماغك راحت فين، لا احنا نجيب له بالظبط، تروسيكل تروسيكل عشان عشان يساعده في الشغل. بالظبط،
فبجد حلو قوي. طب هي بقى يعني ده السبب اللي خلى المبادره دي تنتشر؟ ان الشارع دايما كان فيه اطفال كتير، يعني بجانب الاطفال المعاقين اللي هم بيستغلوهم اسوء استغلال. طبعا هنتكلم يعني دول ليهم فئه يمكن احنا مش هنقدر نتعامل معاهم دلوقتي، بس احنا بنتكلم عن الاطفال نفسها اللي كانت موجوده واللي موجوده ما زالت دلوقتي في الشارع بيتعاملوا اسوء معامله. انت لازم تجيب فلوس، لازم تبيع الحاجه ديت، يعني ممكن يبيعوا اي حاجه باي طريقه. طبعا بيتم استغلالهم باسوا الاستغلالات ايا كان الاستغلال اللي بيتم. ممكن يوزعوا اي حاجه، اي حاجه ممكن يوزعوها تبع اي حد باي طريقه باي شكل صعب. طبعاً شفناها كتير في افلام زمان من واحنا صغيرين طبعا. فبدانا ان احنا نقعد معاهم. في الاول المبادره كانت بادئه عندي في مكان كنت بجمعهم، وتعالوا نقعد نتكلم، تعالوا نقعد نرسم. الاول كنا بنعلمهم الرسم، كنا بنجيب لهم حد اللي هو ايه، لا ما ينفعش نشتم، ما ينفعش نقول مش عارف ايه، لازم نتكلم بالطريقه الفلانيه بلباقه. بالظبط. بنبدا بعد كده اللي هو ايه، تعالى اعلمك عربي، تعالى اعلمك حساب، تعرف تحسب لما يكون في ايدك فلوس، تعرف تحسب ازاي، تعالى اعلمك كلمتين ثلاثه انجليزي عشان لو وقعت في ايد حد اجنبي هو تبقى عارف تمشي حالك زي ما بيقول، تعرف تمشي حالك وتعرف تظبط الموضوع ده. كنا احنا بنقول لهم كمان قصص تاريخيه عشان يبقى عارف الجامع ده جامع ايه، ليه اتسمى الجامع ده، احنا موجودين في العجوزه، فليه اتسمى المنطقه دي اتسمت ليه العجوزه، مين العجوزه نفسها اللي اتسمت المنطقه دي باسمها، وهكذا. كان في استجابه يا مريم منهم يعني الاطفال كانوا بيستجيبوا وكانوا بيحضروا فعلا وبيبقوا حريصين ان هم يتعلموا حاجات، ولا اللي هو لا انا همشي حالي كده وزهقت يعني؟ كنا بنعمل حركه كويسه جدا. انت عايز تكبر، لما تكبر تبقى ايه؟ فكان بيقول انا ما اعتقدش ان انا ممكن اكبر ابقى حاجه زي الناس اللي موجودين. قلت له انت عايز تكبر تبقى ايه؟ فكانوا بيقول كان بيقول حلم. قلت له عشان حلمك ده يوصل لازم تكون تعرف عربي وتعرف تحسب ولازم تعرف تتكلم على الاقل لغه كويسه ولازم تبقى حاجه كويسه. مش هقول لك ان انا هدخلك المدرسه لان انا ما فيش في ايدي ان انا ادخلك مدرسه، بس لازم يكون في ايدك حرفه ايا كانت الحرفه دي ايه، وانا هدي لك فلوس تقدر ان انت تشتغل بيها، بس المقابل ده لازم تيجي تحضر الكورس كامل، لازم تيجي ان انت تذاكر عربي وتذاكر كذا وتذاكر كذا. والراجل اللي بيتقول لك انا عايز فلوس، انا هشتري منك المناديل كلها، انا هشتري منك الحاجه اللي في ايدك كلها، واحنا كنا بنعرف نصرفها كده كده، محدش ما بيحتاجش الحاجه دي طبعا. فبدل هم يستجيبوا، بدل هم بياخدوا الفلوس بيستجيبوا، بيجوا هو ما بيسرحش في الشارع، جاي قاعد في مكان كويس وبياخد فلوس كمان وبياخد فلوس. فكان بالنسبه لهم الموضوع كويس وكويس جدا. لان بقى ان احنا نقول ايه، لا نكملها بقى ونعلمهم حرفه، نعلمهم بقى كمبيوتر. هو ما كانش في المكان عندي غير هو كمبيوتر واحد، كنا بنعلمهم كمبيوتر. عايزين نعلمهم حاجه تانية، طب احنا ممكن نعلمهم حرف يدويه، ممكن نعلمهم حاجه. من ضمن اللي كانوا موجودين عندنا كانت بنت، دي احنا جوزناها. برافو عليك ما شاء الله. هي كانت البنت دي اشتغلت تباعه على ميكروباص اصلا هي كانت شايفه ان هي مش بنت، انا ولد، انا في وسط الناس اللي موجوده فيه ده، انا بيتعاملوا معايا بطريقه تانية، فانا هقدر. رحنا الموقف الفلاني واتكلمنا مع الناس، طب وجربها، طب ومش عارف ايه. انا نزلت طبعا على ميكروباص لمده يوم عشان اعرف الراجل ان الموضوع هينفع وان عادي البنات انها تقدر تشتغل. لا انت كمان عملت كده؟ خدت له التجربه. الراجل ما كانش مصدق ان احنا ممكن نعمل كده. انا اشتغلت طبعا على الميكروباص اللي هو بتاع من امبابه لغايه الجيزه يوم. قلت له بص هشتغل معاك يوم عشان اعرفك ان البنات تقدر، وهي طبعا بما انها في الشارع فهي هتقدر تلم لك الاجره وتقدر انها تشتغل. هتبقى انصح كمان. اتجوزت صاحب العربيه اللي كانت بتشتغل معايا. لا لا بجد والله. ايوه اشتغل لما كنا 22، اتجوزت سنه 22 2022. حلوة قوي. والناس عملوا لها فرح وكانت الدنيا جميله جدا، والناس منهم في بعضيهم جابوا لها الحاجه بتاعتها، وكان فعلا كان الحمد لله حاجه فعلا اتعملت للناس دي. فان هو احنا ندي لهم الحاجه هم هيقدروا ان هم يشتغلوا. هي مش هتنزل ولادها الشارع، لما اتكلمنا معاها ولادك ما ينزلوش الشارع، ولادك دايما في حضنك، تقدري انك تعملي كذا. هنا بقى المبادره بدات انها تكبر، انها تنتشر. احنا عايزين نعلم الاطفال دول حاجه، مش نعلمهم ان هم اطفال، احنا عايزين نعلمهم هم رواد اعمال. طبعا زي ما احنا درسنا في وزاره الشباب والرياضه، في اي جامعه خاصه، في اي جامعه حكوميه، احنا كمان لازم يكونوا هم زينا ويكونوا ياخدوا فرصهم في الحياه يعني. بالظبط. بنعلمهم كمبيوتر، بنعلمهم يشتغلوا ازاي على مايكروسوفت اوفيس وورد واكسل عشان لو حابين ان هم يشتغلوا في شركه، بنعلمهم ازاي ان هم يعملوا حرفه يدويه تقدر تدخل لهم فلوس بعد كده.